هل تنصح بكسر حاجز الخجل من الناس عن طريق كسره بشكل مفاجئ وقوي منذ البداية أو بطريقة تدريجية؟ شكرا جزيلا أخ علي. يعني هو والله تعتمد على يعني على الحالة. يعني مثلا إذا كان هذا حاجز الخجل اللي تقول عليه هو خجل طبيعي، يعني مثلا واحد يلتقي بناس ما يعرفهم لأول مرة، فبالتأكيد مو من المناسب أنه يكسر هذا حاجز الخجل بشكل مفاجئ، لأنه قد يكون يعني تصرفه يعني غير مقبول اجتماعيا، تمام؟ لكن مثلا في أحيانا أخرى، مثلا يعني أنت قاعد في مجموعة وهاي المجموعة تريد تشتغل على فد مشروع معين، تمام؟ أو أنت يعني تحضر فد ورشة تدريبية، فمن الضروري أنه تكسر حاجز الخجل بسرعة وياهم على مود تقدرون تشتغلون على الهدف المشترك مالتكم اللي انتم مجتمعين من اجله. فلذلك هنا يعني دائما يسموها انه كسر الحاجز الجليد او شيء من هذا القبيل، يعني انه لما تجتمع مجموعه صغيره او حتى ما احيانا كبيره فنريدهم يتعرفون على بعضهم باسرع وقت ويكونون فريق واحد، فنسوي في بعض التمارين وياهم اللي تكسر الحاجز الجليدي بيناتهم أو تكسر حاجز الخجل هذا. فقلت لك أخ علي سؤال حلو، بس هو الإجابة يعتمد على الموقف اللي أنت به. أحيانا يعني كس أو رفع الخجل بينك وبين الآخرين بصورة مفاجئة يكون غير مناسب، وأحيانا يكون مناسب، فهي تعتمد على الموقف أخي العزيز.